عبير السري مضيف الأسعد هي زوجة الفنان الكوميدي محمد هنيدي، حيث أن عبير الأسعد من خارج الوسط الفني، وهي من أم سورية وأب مصري. تزوجت الفنان محمد هنيدي عن حب. وبما يخص المعلومات حول زوجة الفنان محمد هنيدي، فهو قليل الحديث عن أسرته، فهو يتجه إلى أن يكون مهني يتحدث بأعماله الفنية دون ذكر أخباره الشخصية. إلا أن التساؤلات كثرت حول زوجة الفنان محمد هنيدي عقب ظهورها في مهرجان الجونة مع زوجها محمد هنيدي، ولفتت الأنظار بجمالها وأناقتها. تخرجت زوجة الفنان محمد هنيدي من كلية سياحة وفنادق، ولكن لم تعمل في مجالها العملي، إذ تفرغت لتربية أبنائها برغبة من زوجها محمد هنيدي. هي مصرية سورية، أب سوري وهو رجل الأعمال السري مضيف الأسعد، وأم مصرية وبالتالي هي سورية الجنسية. الأبناء أنجبت 3 أبناء، أحمد وفاطمة وفريدة. تزوجت من الفنان محمد هنيدي عام 1997، حيث ارتبط تاريخ الزواج بتاريخ زواج الفنان أحمد السقا وزوجته مها الصغير، حيث كان باليوم التالي لزواج السقا منذ 20 عاما. نال الفنان محمد هنيدي شهرة كبيرة في الوطن العربي وحقق قاعدة جماهيرية، حيث قدم الفنان محمد هنيدي أعمال كوميدية وأفلام ومسلسلات ودعايات إعلانية. هذه حكاياتي مع العفاريت محمد هنيدي يكشف عن موقف مرعب تعرض له. أكد الفنان محمد هنيدي إنه تعرض لموقف مرعب في شقة مسكونة كانت مسكونة بالأرواح وقت عرض مسرحية حزمني إياه، وأضاف إنه كان يريد السكن بمفرده في شقة بالزمالك ومعه صديقه أحمد عبد الله، وأثناء جلوسهما في الشقة سمع أصواتا غريبة وطبخ ودوشة متصاعدة من المطبخ. وأضاف محمد هنيدي للإعلامية منى الشاذلي ببرنامجها معكم منى الشاذلي: حسنا بعدها إن السقف بينزل علينا، فقلت له طيب إحنا هنستنى إيه؟ لما نموت يعني؟ لمينا حاجاتنا والصوت بيعلى أكتر لدرجة وإحنا نازلين اتكعبلت على السلم وقعت. بالصور محمد هنيدي يحتفل بتخرج ابنته فاطمة، والشبه بينهما لا يصدق. عبر مواقع التواصل الاجتماعي احتفل الفنان الكبير محمد هنيدي بتخرج ابنته فاطمة، ونشر صورته مع العائلة خلال حفل التخرج عبر حسابه الرسمي في موقع تويتر معلقا: مش مصدق ان فاطمة اتخرجت من الجامعة، كان من اسعد الايام الحمد لله. واجمعت تعليقات جمهوره على وجود شبه كبير جدا بينهما. يذكر ان فاطمة ابنة الفنان محمد هنيدي اتجهت مؤخرا للعمل في مجال الفن تحت إشراف والدها الفنان الكبير محمد هنيدي. صورة محمد هنيدي مع ابنته عبر حسابه الموثق على موقع فيسبوك لاقت اهتماماً من 116 ألف معجب وأكثر من 3000 تعليق، تنوعوا ما بين تهنئة النجم الكوميدي وابنته فاطمة وبين التوقف عند الشبه الملحوظ بينهما. كما لفت انتباه الجمهور ارتداء هنيدي لقبعة التخرج وتذكروا معه تفاصيل فيلمه الشهير صعيدي في الجامعة الأمريكية. بعد 17 عاما محمد هنيدي يحل أحد الألغاز التي حيرت الجمهور. أجاب الفنان محمد هنيدي أخيرا على أحد الألغاز التي حيرت جمهوره على مدار 17 عاما. فدائما ما تساءل جمهور محمد هنيدي عن كيفية أداء شخصية خضر التي جسدها في فيلمه السينمائي عسكر في المعسكر للخدمة العسكرية، على الرغم من كونه ابنا وحيدا لا يجوز قانونا فعل ذلك جمهور محمد هنيدي. لكن الفنان محمد هنيدي قبل أن يحل الممثل الكوميدي ذلك اللغز شوق جمهوره بمنشور عبر حسابه على موقع فيسبوك. بعدها أجاب هنيدي لجمهوره عن التساؤل الذي اعتبره مازحا أحد ألغاز التاريخ وحير عقول البشر بعد 17 عاما من عرض فيلم عسكر في المعسكر، وهو أن خضر في الواقع لديه شقيق أصغر في أحداث الفيلم وهو ما يؤهله لأداء الخدمة العسكرية. وواصل موضحا أن مشاهد شقيق خضر تم حذفها من نسخة العرض النهائية للفيلم، وذلك من أجل اختصار مدة عرضه. وكتب محمد هنيدي في منشوره بأسلوبه الساخر: على مدار 17 عاما تعرضنا لضغوطات وتشكيكات بي وبفريق العمل، كان الجميع يطاردني في كل لقاء وحوار،
وحتى على الانترنت في تويتر وفيسبوك وانستجرام وحتى تيك توك، محاولين إحراجي وتوجيه السؤال نفسه على مدار 17 عاما. لم ندافع عن أنفسنا وفضلنا الصمت، وتابع أيضا في حديثه، ولكن لم نعد نتحمل بتكرار التشكيك والسؤال نفسه. وكان علينا الآن الرد لنزل الستار على لغز من ألغاز التاريخ، طالما حير عقول البشر والباحثين والمفكرين أيضا، وهو إزاي خضر في فيلم عسكر في المعسكر دخل جيش وهو وحيد، وأضاف الإجابة ببساطة لم يكن وحيدا، وكان عنده أخ صغير الظاهر أمامكم في مشهدين، حيث كان يظهر في 12 مشهد، ولكننا قررنا حذف مشاهده لتقليل مدة الفيلم لعرضه سينمائيا، وبرضه عشان نعرضه حفلات كتير ونجيب فلوس أكتر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعرض فيلم عسكر في المعسكر عام 2003، ويشارك في بطولته ماجد الكدواني ولقاء الخميسي وصلاح عبد الله وحسن حسني، ويتناول قصة الصقر في صعيد مصر بطريقة كوميدية. قصة فيلم الإنس والنمس بطولة الفنان محمد هنيدي، تدور أحداث فيلم الإنس والنمس على شاب يعمل في مدينة الملاهي، تحديدا في بيت الرعب، يعيش مع والديه وأخته المتزوجة حياة روتينية، إلى أن يقابل نرمين التي تجسدها الفنانة منى شلبي. من هنا يتعرف على عائلتها التي تمتلك قوة خارقة وتتعامل مع الشياطين، فيصبح بيت الرعب الذي يعمل فيه بالملاهي هو بيت الرعب لعائلة نرمين، حيث يكتشف الكثير من الأمور الخارقة في العائلة، ويكتشف أنه هو من سيقوم بانتزاع الشر من عائلة نرمين.